ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هتكلم على توقعات لاصحاب برج العذراء في النص الاول من شهر اغسطس. عندكم هتدخلوا شهر اغسطس بطاقه ايجابيه، هتحسوا ان في باور اكتر، في حاجات انتوا عايزين تعملوها، مشاريع عايزين تدخلوها، حياه جديده عايزين تعملوها، يعني في حاجات جديده انتم داخلين عليها. كل ده بسبب ان الطاقه الايجابيه عندكم هتبدا ان هي تعلى شويه، نقدر نقول في تحسين في الصحه النفسيه، لكن في بعض من المشاكل في الصحه الجسديه، ويا ريت نخلي بالنا من الموضوع ده. ويمكن نتكلم عن موضوع الصحه في التوقعات الكامله لشهر اغسطس. مبدئيا من اخر شهر يوليو، اخر اسبوع، كان في طاقة ايجابية، تجديد للروح، تجديد طاقة ايجابية، رفع روح معنوية، حاجات زي كده. كان منكم او هيبقى في اخر اسبوع من شهر يوليو هيكون في منكم اللي هيخش بعمليات جراحية او بيتابع بيعمل فحوصات في حاجة مرضية عندهم. لكن في شهر اغسطس هيكون في حل، او النص الاول من شهر اغسطس هتلاقوا ان في حل، يعني اللي كان شوية عنده حاجة مستعصية دايخ عليها عايز يعمل عملية وبيأجل، فهيكون الموضوع ده هيبدأ ان هو يتم في النص الاول من شهر اغسطس. كمان عايزة اقول من الناحية العملية لاصحاب برج العذراء في تحسين للوضع العملي. منكم كتير اللي كان شغال في وظيفة والوظيفة دي مخلياه تعبان او هلكان او ان هو مش لاقي حقه فيها، منكم اللي هياخد قرارات جديدة بان هو يروح لشغل تاني او يغير مجال عمله او هينتقل من قسم لقسم، فهيكون في تجديد لروحه المعنوية من حيث العمل، وده قليل جدا ما هنلاقي ان برج العذراء يبقى كاره مكان عمله او مش حابه بمعنى اصح، او حاسس ان هو تقيل عليه. فهيحصل ليهم ان هو لا، هم عايزين يغيروا، هيكونوا محتاجين جدا جدا التغيير في النص الاول من اغسطس، وهيقدموا ان هم ينقلوا من مكان عملهم. في ارباح ماديه من ناحيه العمل، هيكون في ارباح ماديه لكن هتكون بشكل بسيط. كمان ده من الناحية المادية، لكن من ناحية الناس اللي عندها مشاريع، لا مشروعهم هيبدأ ينجح، اللي كان عندهم قلق وخوف ان مشروعهم ما ينجحش او ما يكسبش، فعندهم نجاح. في ارباح، يعني نقدر نقول ان هي ارباح حلوة. ده من ناحية العملية والمادية. تعالوا نتكلم شوية على الوضع العاطفي بالنسبة لاصحاب برج العذراء. من حيث العاطفة بالنسبة للأشخاص اللي مرتبطين أو متجوزين، عندكم في شوية لعبكة في موضوع التفاهم، يعني في خلافات كتيرة على عدم التفاهم، لا انتوا بتفهموا الشريك ولا الشريك بيفهمكم، بالذات من الشريك من أصحاب الأبراج النارية أو الأبراج الهوائية. في بعض المشاكل الكبيرة ما بينكم خاصة بعدم التفاهم. ياريت ان احنا نبدأ من عندنا أصحاب برج العذراء، عموما الحل مش هيجي من اللي اصحاب الابراج النارية ولا الهوائية، هيجي منكم انتوا، هتتحملوا وتضغطوا على نفسكم شوية بسيطة لكن هيبدأ في حل بعد كده. ده بالنسبة للاشخاص المرتبطين. لكن في يعني في حب، في سعادة، في لحظات حلوة، فاحنا بنتكلم على حاجات حلوة، لكن انا بس بقول نخلي بالنا، يعني نعتبرها من النصائح اللي بنقدمها في النص الاول من شهر اغسطس. بالنسبة للاشخاص اللي لسه مرتبطوش، عندكم حنين انتم للحب، حنين ان انتم عايزين تدخلوا في موضوع ارتباط، في حياة جديدة، في عشق جديد، بتحاولوا تغيروا من نفسكم، تغيروا من الاسلوب، تغيروا من حاجات كتيرة في حياتكم، وفي نفس الوقت عندكم نوع من انواع المكابرة، اللي هو لا انا مش عايز ادخل في علاقة، لا انا عايز ابص المستقبل العملي لحياتي. لكن كتير منكم اصحاب برج العذراء عايز يدخل في علاقة جديدة، وده اللي انتم هتبدأوا تحسوا ان في حاجة جديدة في حياتكم من الناحية العاطفية، هتحسوها قبل ما تلاقوا الشخص اللي هو بيدور عليكم، لكن انتم تعتبر تحت المراقبة، انتم تحت المراقبة اصحاب برج العذراء. خلي بالكم كويس جدا من تصرفاتكم، من كلامكم، لان انتم كل حاجة متراقبين فيها. ده من الناحية العاطفية. عايزة بس اقول حاجة من الناحية الاجتماعية لاصحاب برج العذراء، محدش بيحسدك الا القريبين منك، القريبين او الاقرب الاقربون، هما دول اللي بيحسدوك، بيحقدوا عليك جدا، بيحقدوا على اللي عندك، بيحقدوا
على السعادة اللي انت فيها، بيحقدوا حتى لو السعادة اللي انت فيها يعني حتى لو سعادة وهمية بيحقدوا عليها. فما بلاش ان احنا نحكي حاجاتنا او اسرارنا لحد، ما نخليش حد من تبعنا يحكي حياتنا او اسرارنا لحد، لان ده هيكون افيد كتير. ده مهم جدا وتعتبر برضو نصيحة مهمة جدا جدا لاصحاب برج العذراء، وهتكون مفيدة، يعني هتحسوا ان محدش مطلع عليكم ولا بيجيب لكم الاذى لحد عندكم اللي هو من العين والحسد والقهر. النقطة دي مهمة جدا. من حيث ان في بشرة سارة او مفاجآت سارة، في بشرة سارة اولها، او دي اللي هتهم جدا جدا اصحاب برج العذراء ومستنيينهم بقالهم فترة، ان في هم كان على كتفهم هيبدا ان هو ينزاح واحده واحده. هيحسوا ان في بشره، في امل، في حاجه حلوه جايه، حاسين بيها ان الهم اللي هم شايلينه فوق رقبتهم او فوق راسهم او على كتفهم بمعنى اصح ايا كان المثل بيتقال ازاي، هيبدا ان هو ينزاح، الهم ده هيروح، هيتبدل بحاجات سعيده بانواع من او شكل من اشكال الفرح. عندهم مناسبه حلوه هيسمعوا عنها قريب جدا جدا اصحاب برج العذراء. مبدئيا يعني خلونا دي التوقعات السريعة اللي هي في نص الاول من شهر اغسطس. استنوا التوقعات الكاملة هتكون مفيدة جدا جدا، في احداث كتيرة قوي قوي في شهر اغسطس لاصحاب برج العذراء. طبعا انا بتمنى ان انا اكون فدتكم. طبعا ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. سلام.